السلام عليكم دي زير بوي بيك رياكشن، رجعنا لكم ولاد برياكسيون جديده من جديد جدد يا مان. ليا فري ستايل تي سيف ابيزود 2، ليتس جو نشوف شنو الفوضى. تيتر هبط عنده 3 سوايع الاولاد كالعاده، مادام فما جديد راني انا موجود. الاولاد اليوم باش نخدموا جديد وباش نخدموا سيري كلاي المتواصله معاكم تلقاوها بعد، وغدوا نرجعوا للبيفيات وكالعاده الاولاد ديما برشا فوضى، ديما الدنيا موجوده والخدمه موجوده صاحبي. دونك ليتس جو نشوفوا شنو هي لايا فري ستايل تي سيف ابيزود 2. الاولى ابيزود 1 حاجه باهية حاجه مزيانه، فهمتني ولا حاجه قاعد يرجع في الريتم بشويه بشويه. الثانيه نشوفوا شنو هي الفوضى الاولاد، ليتس جو يلا. ماريو اللي لابسه الولاد دخلت في هذيك في حاج. علاش نتحسر نعرف روحي مش مقصر، علاش نكرز ولا نوصل روحي نغزل، علاش نفسر ولا نوصل راسي نكسر، بعد اللي خسرت وشنو اللي مازال باش نخسر، واللي حبيت وهو اول عبد غدر. هاي اسمعي اسمع ايه تعرفها من الاول اللي فيها 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 مشاعر، فيها 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 فاكتويت، فيها 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 مواضيع تحسهم يو كان ريليت، عرفتك اللي عشتهم انت، فهمت الفازه كيفاش؟ كيما اول واحد حبيته هو اللي خضر، باز باز لعبت الكل تغدرت صاحبي، انا متاكد اللي عملت تفرش فيا كل، انا متاكد كلها تغدرت. كنت حب فهمتني ولا كنت فهمتني ولا تتعب انك باش تقعد تفسر علاش نكسر في راسي، علاش نفسر بعد اللي خسرت شنو مازال باش نخسر. اللي قدرته اول عبد طيح القدر، اللي قدرته اول عبد طيح القدر، اللي خويته هو اول عبد انكر، واللي وديته هو اللي تمنى لي الشر. الله اكبر الله اكبر، ونحاربها الناس الكل، نولي النقطه اللي يلقاوها بالسيف يرجعوا للسطر، نولي الخبث نولي الشر، نولي شميته نولي نغل، من اللي كنت انا الامان نولي هم انا الاخطر، من اللي كنت انا الامان نولي انا هو الاخطر. الولاد برشا عباد كي تجي تشوفوا تو انتم باص تفرجوا في سيريات تفرجوا في افلام في كل شيء، ديما الفيلن ستوري معناها الشخصيه الشريره في, في, في الافلام، يعني ديما تلقى البطل وتلقى الشرير الخايب. دي امبوسيبل تلقى شرير ما عندوش قصه خايبه وراه، ما تقدرش ما تجرحش. صحيح هي اختيارات انك باش تولي هكاكه، اما هذا ديما تلقى فما قصه وديما موجوده عن طريق بشر شنو عملوا في الشخص هذاك باش ولا هكاكه. فاكت فاكت كيما السيريال كيلر كيما كل شيء، اي انسان باش يولي خايب في الدنيا هذه لازم راهو تعدى بظروف لطف يا ربي باش لازم يولي هكاكا. فما اللي يولي هكاكا بطريقه يعني مش لك الدرجه، مش يولي يقتل في العباد ولا فازا، ما يولي بالرسمي اللي على روحه حد وحد روحه اللي ضروا يضروا تو سامبلومون المعامله بالمثل، وهيك اللي تنجح خاصه في الدوله اللي عايشين فيها ولا في العالم تو تو سامبلومون. الدنيا هذه كان ما تضرش باش تضر، كان تلعبها زعما بيس انت اللي باش تحقر. سمعت سمعت، الدنيا هذه كان ماكش باش تضرك باش تضر، كان تلعبها انت بيس راك انت اللي باش تضر. فهمت فهمت فاش نحكي. كان ما تقدرش انت هو اللي شد الوقت، كان ما تحاربش انت اللي باش تقتل، وانا بابا جيب فحل جيب ذريه ولد حلال، جيب وحش جيب جبل باسمي في معشر الرجال. مش بالمال باللي برانسيب باللي فالور، مش بالجمال بالنخوه والكاركتير، مش بالمال باللي برانسيب واللي فالور، مش بال نسيت الاخر، مش بالجمال بالنخوه والكاركتير. مش بالمال باللي برانسيب باللي فالور، مش بالجمال بالنخوه والكاركتير، صحيح في الفرش مانيش في ديل اما للعشره الويال، مش كي يعطي وزاد بالمال ما نبيعش حتى بمليار، يا مو اشهار يا مو التسعه والحوار، يا مو دولار يا ما يردوا زبي ستار. مثلا مثلا مشي مشي في طريق القوه نتاعو انه مازال ما ضرش في التلفزه الله يا تو سامبلومون، يا ما اشهار يا ما التسعه والحوار. افهم يا بنية عندي نقطة ضعفي قوية، صاحب شخصية ومانيش كيفهم بالعربية، مخي يخدم حتى كي نمشي بالنية، نعطيك عينيا وكيما عليك اني قضية. افهم يا بنية وعندي نقطة ضعفي قوية، صاحب شخصية ومانيش كيفهم بالعربية، مخي يخدم حتى كي نمشي بالنية، نعطيك عينيا وكيما عليك اني قضية. نعطيك عينيا وكيما عليك انك قضية، كيف كي هيك فاش نحكي لكم الاولاد، هيك عاملوا المثل بالمثل، اللي ضرك ضره تو سامبلومون، ما ضرش عباد من الحيط اما اللي ضرك ضره. ديما اقرا حسابك ديما خدم مخك، خاطر صدقني ما فما حتى بشر نية وما فما حتى بشر يحب لك الخير، كان كعبات كان كعبات، فما كعبات فما عائلتك فما كعبات تكسبهم الدنيا، هذوك راهم بالرسم يحبوا لك الخير استحفظ عليهم. ها
اما كيف كيف ما تعطيش الظهر كومبليتمون 100% ليه ما فهميش ثقه اسمها 100% تو سامبلو مول يعني باش نجم انا نقول لكم يعني وانتم بينسير تختاروا شنو تحبوا كيفاش تعيشوا كيفاش ما تعيشوش لا هيك اش وصل لكم وانا هذاك اش وصلت لكم وبعديري تو ماتش نجم نعطي ثقه ما نخليش للشك ما نخليش للشك دقيقه ما نصدقش حتى الحقيقة زب الورقة والوثيقة يا يوم ما نعطيش لمان المشكل ما هوش في الزمان المشكل كان في الإنسان أسقط فصيلة حيوان بفم المشكل كان في الإنسان أسقط فصيلة حيوان فاكت لوليت فاكت على الأخر فاكت على الأخر الحيوان مفترس من عند ربي تلقاه خطر ما عندوش مخ ما تنجمش تلومه الإنسان عنده مخ ما فرض الوقت يفترس الانسان بالرسمي اسقط واخيب فصيله على وجه الارض حرفيا تو سامبلو مام اللخ ما تنجمش تحاورني في الموضوع هذا مليان نقولها ما تحبوش الراجل تحبوا تراو الربح خاسر تحبوا تراو الوصل فاشل تشوفوا قدام زوز بزازل تتفعلوا على طفله قاصر تتقواوا على الخشاشه فاكت فاكت تحبوا تنقصوا من الكبير تقصوا جوانح تفول الصغير تبكسوا كان على القليل تقارنوا رواحكم بالاخرين تقراوا النقص مغيرين تتمناوا الشر للخير ليكوا هباس معايا باش تلقاو نباس ما نوخرش كبش قصاص قرب ميترو دوت نيكراس ما نوخرش كبش قصاص قد توخر ميترو نعطيك راس باغ باش قفك زيز تهبل تتخنق بالغاز لا قلم ولا قرطاس العصبة تخرجوني حماس وميسالش قولوا جبري قولوا مش كلاس وضبعي قولوا متخلف وراجع يقولوا عليا لي مش انا زيدوا سبوني في ظهري خرجوني انا المنايك خدرني عايش بقدري عزيزكم يا فهم يا بنايا عندي نقطة ضعفي خويا صاحب شخصية ومنيش كيفهم بالعربية مخي يخدم حتى كي نمشي بالنايا نعطيك عينيا وكيم عليك اني قضية يا فهم يا بنايا عندي نقطة ضعفي خويا صاحب شخصية ومنيش كيفهم بالعربية مخي يخدم حتى كي نمشي بالنايا نعطيك عيني وكيم عليك اني قضية افهم يا بني عندي نقطة ضعفي خويا صاحب شخصية ومنيش كيفهم بالعربية مخي يخدم حتى كي نمشي بالنايا نعطيك عيني وكيم عليك اني قضية افهم يا بني عندي نقطة ضعفي خويا صاحب شخصية ومنيش كيفهم بالعربية مخي يخدم حتى كي نمشي بالنايا نعطيك عيني وكيم عليك اني قضية وهكا نكونوا كملنا رياكسيون لايا فري ستايل تي سيف ابيزود 2 الوليد كيف ما قلت لكم لايا قاعد يرجع في الريتم نتاعو وقاعد حاليا قاعد يهبط يعني اكثر من برشا رابوريت مش قاعده تهبط انا بدي مستغرب برشا رابوريت مش قاعده تخدم رغم اللي سيف جيم نورمالمون سيف هو وقت الموسيقى برشا رابوريت مش قاعده تخدم نبدا نستنى في الجديد بدقيقه والدرج لايا بدا على بكري فهمتني ولا وحاجه باهيه بالكدي خاطر باش يشد الريتم باهي عامل سيري اسمها تي سيف هذه الابيزود 2 محسوب كل في الجمعه يهبط زوز تيترويات حاجه باهيه على الاخر فرد الوقت قاعد يخدم في خدمه مزيانه فهمتني ولا كيما قلت لكم الاولاد يرجع في الريتم نتاعو عنده فانات تحبوا عنده فانات باش تزيد تحبوا فانات باش يوليو يحبوه من اول جديد فهمتني يعني باش يتعرفوا عليه قاعد يخدم تو سامبلومون تعرفوني كل حاجه صاحبي اللي يخدم خويا تلقاني محترم فهمتني ولا نحترمه فهمتني ولا خاطر هذيك الدنيا لازمك تخدم سينو الولاد فرد الوقت قاعد يوصل لك في مساجات قاعد يوصل لك في مواضيع ماهوش يحكي على روحه برك يحكي لك على مواضيع انت تنجم تكون عشتها ولا ما عشتهاش يحكي لك على الدنيا اللي تعيش فيها يحكي لك على الانسان كيفاش بطبعه خاين كيفاش بطبعه تو سامب يدي انسان يقعد انسان تو سامبلومون يضر تو سامبلومون يحكي لك يعني كيما نقولوا يحكي لك من تجربه اللي هو يحب يوصل لك موضوع انك ماذا بيك تعيش كيف وتخمم كيف يعني فهمت خاطر تنجح العملية تنجح التخميم اللي عنده يمشي في الصحيح سينو الوليد ان شاء الله تكون عجبتكم الرياكسيون ان شاء الله تكون عجبتكم خدمتنا واوقاتنا الحصرية بيان سور فهمتني ولا ديما نحب نكون رياكسيون الاولى لاي رابور ديما نحب نكون فهمتني ولا رياكسيوناتي حصرية وجديدة فهمتني ولا بوجودكم انتم ان شاء الله ان شاء الله تزيد تكبر العمليه وتزيد تكبر الخدمه اكثر واكثر واكثر ما تنساوش لابوني سبسكرايب دنيتكم اجواءكم كومنتاتكم مرحبا بكم الاولاد نتقابلوا ان شاء الله في اقرب وقت ممكن ما تنساوش الانستغرام بيجي ماتريكشن 22 مينيسكول بيس اند لوف